أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني حقق عدة مكاسب خلال مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي، كان أهمها عدد من اللاعبين الجدد الذين سيكون لهم دور مهم خلال الفترة المقبلة. مكسب النهارده ان انت ختمت تصفياتك بشكل جيد وحسمت البطاقه من بدري وكسبت مجموعه لعيبه ان شاء الله في الفترات اللي جايه يكونوا افضل وافضل بكتير من الفترات اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن وافضل. اللعيب لما بينضم معاك بتدي له المهام والواجبات اللي هو بيشتغل عليها خلال الاربع خمس ايام اللي موجودين. شيكابالا لعيب من اللعيبه المميزه ولعيب عنده ذكاء خططي بشكل كويس جدا، لما تقول له ثلاث اربع حاجات ينفذها خلال المباراه يقدر ينفذها بشكل كويس، عنده ذكاء فني، وبالتالي الحاجات اللي هي اتقالت له خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا في الشغل يقدر هو ينفذ منها كل نسبه كبيره قوي منها، وده وضع طبيعي جدا، ظهر بشكل كويس. المجموعه اللي لعبت النهارده زي ما انت بتقول الضغوط العصبيه كانت على منتخب غانا، والضغوط علينا العصبيه برضو لمجموعه اللعيبه اللي موجوده عايزه تقول كلمتها وعايزه تقول للناس وعايزه تقول لجماهير الكوره المصريه، مش عايزه تقول لنا الجهاز عارف اللعيبه اللي معاها وامكانياتها ايه، لكن هي عايزه تقول لجماهير الكوره المصريه ان احنا موجودين وشكلنا كويس ونقدر نأدي بشكل كويس، وهو ده اللي ظهر فيهم كله. كما كشف نبيه ان الغاء مباراه الامارات الوديه قلل من الفرص التي كان الجهاز الفني للمنتخب ينوي المنح او منحها لعدد اكبر من اللاعبين في الفتره الحاليه بعد حسم التأهل للمونديال. في الحسبة مباراتين في الأجندة، لما اختلفت بقت مباراة واحدة فقللت العدد، كان ممكن أدي فرص لعدد أكبر، لكن كان الفرص اللي هياخدوا العدد الأكبر ده هياخدوه على مباراتين، سواء كانت الإمارات الودية اللي اتلغت أو مباراة غانا الرسمية اللي أنت شفتها النهارده. عشان كده ما ضمناش العناصر الكتير، ولما اللعيبة ريحنا اللعيبة بإرادتنا إحنا صلاح وحجازي وعبد الشافي قدرنا ان احنا المجموعه اللي موجودين عارفين احنا هندي المجموعه اللي معانا مين هيشتغل فيها النهارده. ممكن خلال المباراه ظروف الاصابات في ظروف اصابات حصلت، كان ممكن تكون في تغييرات غير كده، لكن النهارده مثلا اصابه مثلا رامي ربيعه اللعيبه كلها اللي كانت موجوده جاهزه تماما وعارفه ادوارها بشكل كويس. يعني انت النهارده لما طلع رامي نزل سعد ادى بشكل كويس جدا، كان رامي موجود. أكد أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني أنه فقد الكثير من وزنه خلال الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا والتي ابتعد بسببها عن المشاركة مع ناديه الزمالك، لكنه بدأ يتعافى في معسكر المنتخب الوطني ويستعد للعودة من جديد. مبروك النهارده أداء كويس منتخب مصر، وزي ما بقول لك الحمد لله. يعني أنا وشي راق شوية، كان بقالي حوالي 10 أيام أو 12 يوم كنت تعبان جامد، فخسيت حوالي 10 كيلو ولا 12 كيلو، بس الحمد لله يعني دلوقتي بستعيد يعني قوتي تدريجيا واحدة واحدة، وإن شاء الله خير يعني كله يجيب ربنا كويس. طبعا مفيش شك يعني الأربعة أجوان كبيرة، الأربعة مثلوا مصر في مناسبات كتير، فأكيد طريقة التعامل اللي بتبقى كويسة ما بيننا وعواد مش غريب علينا على طول بيبقى موجود معانا. بس فانا حابب اقول الفتره الجايه ان شاء الله تبقى فتره كويسه، والاداء ان شاء الله يبقى في تحسن دايما. عندنا ماتشات، هنلعب ماتشات وديه، عندنا كاس عالم، ان شاء الله كل ده يبقى يعني اللعيبه تقدر تكون على قد المسؤوليه، وان شاء الله زي ما بقول لك يعني نكون موجودين باداء مشرف هناك. قال احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي ان المنتخب الوطني كان قريبا من خطف الفوز على غانا، لكن التعادل ليس نتيجه سيئه في ختام التصفيات المؤهله للمونديال، خاصه ان الجهاز الفني حقق اهدافه في هذه المباراه. ختمنا التصفيات الحمد لله يمكن النتيجه ايجابيه. النهارده بنلعب بره ملعبنا مع منتخب قوي، منتخب غانا. الراجل طبعا اتكلم معانا قبل الماتش على اهميه المباراه بالنسبه لنا، مع ان احنا خلاص صعدنا، لكن المباراه بالنسبه لنا مهمه جدا. الراجل يعني شفت النهارده بيحط عناصر جديده في الفرقه، فاكيد طبعا الحاجات دي بتبقى مهمه بالنسبه له كمدرب ومهمه بالنسبه لنا كلعيبه، ان احنا اللعيبه لاول مره تدخل معانا في الفرقه لازم نساعدها بشكل كويس، وده اللي حصل النهارده. يمكن شفت شيكابالا النهارده وعمرو مرعي طبعا في اول مباراه ليهم، الاثنين الحمد لله كانوا على عند حسن ظن الناس وعمل ماتش كويس، وشيكابالا جاب جول، فده اللي كان الهدف من المباراه النهارده. الحمد لله يمكن قدمنا مباراه كويسه وكنا ممكن نخطف المكسب، لكن الحمد لله على التعادل في الاخر. أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني أن كرة القدم لعبة جماعية والفريق بأكمله يكون مسؤول عن النتائج وليس لاعب أو اثنين فقط، وأن الهجوم الذي وقع على دفاع وحارس مرمى الأهلي بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا لم يكن مبررا. الحمد لله طبعا ألف سلامة الرامي أول حاجة، وإن شاء الله تكون بسيطة.
واحنا كلنا هداف منتخب مصر، يعني انت لازم تكون جاهز ولازم تكون حاطط حساباتك. يمكن حتى اول ما الحكم صفر انا وفتحي كنا بنتكلم، ففتحي قال لي خليك جاهز عشان لو حصل اي حاجه. الحاضر قال لي نفس الكلام. فاحنا بنبقى في المنتخب ما تضمنش الظروف ايه، ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل في الوقت، فلازم تكون مركز ولازم تكون حافظ كلام الراجل وحافظ التعليمات اللي بتتقال اكنك بتلعب بالظبط. فالحمد لله، يعني اهم حاجه ان انت لما تنزل تبقى تحس اكنك موجود في الملعب، دي اهم حاجه. يعني في هجوم على خط الظهر او على شريف، دايما مهيب مع الخساره، خساره اي بطوله او خساره اي حاجه لازم انت بتحاول تدور على حد يشيل الموضوع. فدايما هتيجي تنتقد، هتنتقد الدفاع، يعني مع الخساره هنتقد الدفاع او هنتقد حارس المرمى اللي موجود. اكيد في اخطاء، واكيد في ممكن في بعض المباريات يبقى في خطا، يبقى في عدم تركيز، ده طبيعي بيحصل في الكوره. انت مش آلة، انت مش مكنه اللي هو انت بتلعب علشان خاطر كل حاجه هتحصل، مش يعني مش ملاك، لازم يبقى في اخطاء. لكن ليه في ساعه المكسب مين اللي بيكسب الفرقه وساعة الخسارة من اللي بيخسر الفرقة؟ أكد إيهاب هيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية على المنتخب، خاصة خلال شهر مارس المقبل الذي لن يشهد أي مباريات بالأجندة الدولية. يعني الحمد لله هي مرحلة وانتهت خلاص، الحمد لله عدت على خير، تأهل للمنتخب بعد 28 سنة، فالحمد لله دي في حد ذاتها ده أنا شايف إن هو إنجاز كبير جدا. يعني الحمد لله المرحلة الجاية مرحلة نقلة تانية خالص بقى، زي ما بيقولوا أنت بتخش في مرحلة تانية. المرحلة التانية عندك القرعة إن شاء الله في يوم 1 ديسمبر، هيكون في وفد مسافر يوم 29 نوفمبر إن شاء الله لمدة 3 أيام، وفي بعد كده 3 أيام لزيارات للمدن اللي هيكون القرعة إن شاء الله هتكون المدن مباراتنا فيها هنزورها ان شاء الله انا ومستر كوبر ومحمود فايز. هيبقى عندنا برضو مرحله بتاعت شهر يناير فبراير، دي المرحله صعبه قوي. انا وجهه نظري المرحله صعبه جدا، ما فيهاش اي توقف دولي، ما فيهاش فدائيات، ما الدوري شغال، اوروبا شغاله. انا شايف يمكن هي دي الاصعب في المرحله اللي جايه، بنحاول نجتهد ان احنا نعمل حاجه بعض المباريات لو قدرنا في الفترة دي، منها فترة صعبة. شهر 3 في بداية عندنا مباراة مع النايجر، وإن شاء الله نكون في مباراة كويسة إن شاء الله.